هذا البرنامج برعاية مركز ديجلا دنتال كلينيك لتجميل وزراعة الأسنان. احنا ديجلا دنتال كلينيك انا هنا في عيادة الدكتور مينا. انا بحب اجي قوي هنا علشان خاطر دكتور مينا معاملته هايله جدا مع كل الناس. العياده دي من اهم واميز العيادات اللي انا دخلتها. مينا دكتور شاطر بجد، بيقنعني بحاجات انا مش مقتنعه بيها، يعني بيقنعني وفي الاخر بتطلع صح. بدات اكون الثقه من عن طريق الناس اللي حواليه، واللي ابعد شويه كان الكل بصراحه بيشكر فيه. احب اشكر دكتور مينا على استقباله العظيم وشغله الراقي. اهم حاجه هنا انا باجي عشان خاطر التعقيم. عياده مميزه جدا، بقالي سنين كتير قوي بتعامل معاه هنا. اهم حاجه ان المواعيد مظبوطه هنا، تقريبا انا وعيلتي واصحابي كلهم بنيجي هنا دايما. زراعة اليوم الواحد في أقل من 10 دقائق. إحنا هنا في دجلة دنتال كلينيك بنهتم بحاجتين مهمين جدا بالنسبة للمكان والمريض. أول حاجة التعقيم، تاني حاجة بنهتم بأحدث الأجهزة وأحدث الإمكانيات اللي تبقى موجودة لراحة المريض. تجميل الابتسامة بالليزر، تبييض الأسنان في 10 دقائق بالليزر مع الدكتور مينا ماهر هارون، عضو الجمعية الألمانية لزراعة الأسنان، حاصل على البورد الألمانية لزراعة الأسنان، حاصل على الزمالة الإيطالية لعلاج وتجميل الأسنان بالليزر جامعة جنوة، استشاري علاج وتجميل وزراعة الأسنان، علاج بعد الخلع بدون ألم بالليزر، تجميل الابتسامة اللثوية بالليزر، تجميل وعلاج تصبغات اللثة بالليزر. عندنا مثلا أجهزة الليزر، أحدث أجهزة الليزر، في أحدث أجهزة التعقيم. اللي هتكلم عليه مينلي النهاردة السوفت تيشو ليزر. السوفت تيشو ليزر أنا بقى نقدر نعمل به حاجات كتير، منها حاجات علاجية، منها حاجات تجميلية، في أكتر من حاجة. هنبدأ الأول بالحاجات التجميلية. الحاجات التجميلية مثلا في الابتسامة اللثوية، اللي هي لما حد يجي يضحك بتبقى اللثة في جزء منها بيبان. ليه؟ لأن بيبقى فيه جزء من اللثة مغطي من السنان، فمخلي شكل السنان مش حلو قوي أو مش طبيعي 100%، وفي نفس الوقت بيبقى باين في الابتسامة. بنبدأ نستعمل الليزر إن إحنا بنشيل الجزء ده بالليزر، وبنرسم اللثة للشكل الجديد بحيث إن الابتسامة يبقى شكلها أحلى ونضيع الابتسامة اللثوية. زائد كمان إن في الليزر في تصبغات اللثة بنقدر نشيلها برضو بدون بينج، بدون ألم. أنا أول ما جيت عند الدكتور وشاف سناني عرف إن أنا عندي مشكلتين، مشكلة التسوس ومشكلة اللثة. بدأت أجي مرة واثنين وثلاثة، الحمد لله ما عالجت موضوع التسوس ده خالص. بنيت الثقة من الدكتور إن أنا أقدر أعمل اللثة. طبعا كنت قال لي على فكرة الليزر، أنا شفت الليزر ده في كذا إعلان على السوشيال ميديا، في كذا دكتور، كذا حد من صحابي قال لي عليه. طبعا أنا من كتر الخوف برضو إن أنا أروح لدكتور سنان ما كانش عندي إن أنا أقدر أجي أعمل موضوع اللثة ده، لحد ما فعلا أنا عالجت الأول موضوع التسوس، فبقى عندي قابلية إن أنا أقدر أعالج اللثة. طبعا من الكلام مع الدكتور من هو فهمني إن الموضوع مش هيبقى صعب زي ما أنا واخدة فكرة كده. طبعا طريقة الأجهزة بتاعته، طريقة إن أنا دخلت العيادة ارتحت فيها، طبعا خلتني أقدر أجي النهاردة بحيث إن أنا أعمل الليزر بتاع اللثة. عنوان العيادة مركز ديجلا دانتال كلينيك،
شارع 208 عمارة 8 بدجلة المعادي. تليفون 031-549-633-3 أو 010-833-649-6 أو 02-252-132-72. دكتور مينا ماهر هارون، حاصل على بكالوريوس الطب وجراحة الأسنان من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حاصل على البورد الألمانية لزراعة الأسنان، عضو الجمعية الألمانية لزراعة الأسنان، حاصل على الزمالة الإيطالية لعلاج وتجميل الأسنان بالليزر جامعة جنوة، دبلومة زراعة الأسنان من جامعة القاهرة، واستشاري علاج وتجميل وزراعة الأسنان.